مساء الخير خالد، افكارك كانت صعبه جدا صدقني بجد والله. يعني لو وريتكم النوتس بتاعت خالد عامله ازاي انا لغايه دلوقتي عندي، يعني انا اصغر من خالد بس بقالي 25 سنه بشتغل، اشتغلت وانا عمري 18 سنه وعندي قولون عصبي، كل ما القولون بيخف بغير شغل. فعلا كل ما القولون بيخف بغير شغل، الناس اللي عايشه معايا في البيت عارفين الكلام دوت. في منطقتين دايما كنت بقع في واحده منهم، منطقه مريحه دافيه باخد فيها مرتب مبسوط بسافر مرتين ثلاثه في السنه، الشركه بتدفع التامين بتاعي، ومنطقه تانية ساقعه جدا فيها مشاكل وفيها حروب بس فيها تعليم ولذيذة وبحبها. فمن وانا عمري 18 سنة بعد ما خدت أول محاضرة من خالد وقعت في المنطقة دي الساعة. بس قبل كده الحقيقة أنا كنت عايز أقول حاجة أمي قالت لي ما أقولهاش خالص. أنا أسعد واحد في الشغل في مصر. الناس أمي كانت خايفة إن أنا أتحسد، بس أنا فعلا أسعد واحد في الشغل في مصر. أنا أكتر واحد مبسوط. أنا بصحى من النوم عايز أروح الشغل، عايز أقابل زمايلي، عايز أتعلم حاجة جديدة. دلوقتي ما بقولكوش في 25 سنة، دلوقتي أنا من 4 5 أيام قرصتني ناموسة وأنا نايم الساعة 3 الصبح، نزلت رحت الشغل. ما بهزرش أنا فعلا بحب شغلي. وبعض مع أصحابي كلهم بيقولوا لي زمان كان أحسن، الأكل زمان كان أحسن، الشرب زمان كان أحسن، الأفلام كانت زمان كانت أحسن. أنا مش موافق. زمان ما كانش فيه سوشي، أنا بحب السوشي. ما كانش فيه سوشي. زمان ما كان... أنا بحب المزيكا. زمان كنت بقعد أستنى التوب أوف ذا بوبس والتشارتس وأقعد أستنى وأسجل عشان أعرف الليركس أقعد أسجلها. ما بعملش كده. دلوقتي في آيبود بطلع الليركس من الانترنت. دلوقتي احسن من زمان، ومتهيألي بكره هيبقى احسن من دلوقتي. ارجع تاني للشغل. وانا عمري 18 سنه زرت مصنع غزل ونسيج، صاحب ابويا، زرته لقيت عنده 400 500 قميص مرميين. فقلت له يا انكل احمد ايه دول؟ قال لي دي قمصان فيها عيوب تصنيع. مسكت القميص سليم لعيني سليم. فقلت له يا انكل انت بتعمل ايه في القمصان دي؟ قال لي برميها. فقلت له ممكن تديهاني؟ قال لي خدها دي خرده. خدتها ورحت لعم عربي المكواجي. قلت له يا عم عربي انت بتكوي القميص بكام؟ مش فاكر قال لي رقم. قلت له انا هديك 3 أضعاف الرقم ده، بس هديك الفلوس بعد ما ابيع القمصان. وابتدت رحله في سنه تانية وثالثه ورابعه في الجامعه، ملخصها ان انا كان عندي تقريبا في الموسكي والسيده زينب وخان الخليلي عشرات الالاف من القمصان بتتباع. الرحله دي كل الناس زعلانه مني فيها، اهلي زعلانين، ازاي مهندس في هندسه عين شمس محترم يعمل حاجه زي كده مع اني بعمل فلوس. كل شويه ابويا يدخل عليا يقول لي الفلوس دي حلال؟ اقول له حلال، يقول لي اوكي. تانية وثالثة ورابعة تجربة رهيبة، اتعلمت فيها حاجات غريبة قوي. اتعلمت فيها ازاي اسلم على واحد واعمل عقد معاه. اتعلمت ازاي اشتغل بالكاش. اتعلمت ازاي ما اديش بضاعة امانة لحد هيدخل السجن. اتعلمت حاجة عمري في حياتي ما كنت هتعلمها. تجربة ساقعة الناس كانت بتضايقني فيها، وكان عندي قولون 24 ساعة. على طول متعصب، على طول متضايق، على طول عندي حاجة اعملها. بس كنت سعيد جدا. مش المنطقه الساقعه السخنه، المنطقه الساقعه، كنت عايش في الساقعه. فدي اول تجربه. بعد كده دخلت شركه اي بي ام، والحقيقه مدرسه كبيره، شركه مدرسه كبيره، وتعلمت فيها الطريقه الصح بقى، ازاي البس شراب مش ابيض، شراب اسود، ازاي البس بدله كل يوم واحلق دقني، ازاي اكتب بروبوزل عرض اسعار، ازاي اكتب جواب بالعربي، ازاي اخاطب وزير، ازاي اتكلم
مع ناس كبيرة، حاجات كتير جدا اتعلمت. بس بعد 6 سنين حسيت اني واقف في الطابور وانا رقم 20، طابور سينما هيدوا التذكرة، رقم 1 هياخد التذكرة، رقم 2 هياخد التذكرة، وانا لسه رقم 20. فطلعت من الطابور في يونيو 95، قدمت استقالتي من IBM. ابويا زعل مني واصحابي زعلوا مني، حد يسيب شركه زي دي؟ اكبر شركه كمبيوتر في العالم، بيسفروك 3-4 مرات في السنه، هيصرفوا على الماجستير بتاعك، كل في تامين صحي، في كذا في كذا في كذا. انا خرجت بره الطابور، كنت في الاول كانت منطقه ساقعه، دخلت لغايه ما بقت IBM مكان دافي. كنت ممكن اروح الشغل، مع احترامي الشديد لاي بي ام، اي بي ام شركه هايله، بس مش بتاعتي، مش انا. قعدت في IBM 6 سنين، استفدت وفدتهم، ولقيتها سخنه عليا، لقيتها بارده، لقيتها دافيه عليا، عايز اطلع. رحت طالع عامل حاجه تانية. التجربه الثالثه بتاعتي ان انا لقيت نفسي عندي 37 38 سنه وعايش في دبي ورئيس مجلس اداره 14 شركه 1800 موظف، وعندي سكرتاريه كتير جدا ومكتب كبير جدا. 6 اشهر ورفضوني، 6 اشهر بالظبط ورفضوني، لان اصحاب الشركه حسوا ان انا عايز اعمل حاجه صح، وانا فاكر كويس قوي التلات 26 يونيو 2006، جه واحد عنده 85 سنه رئيس مجلس اداره، سوري، صاحب الشركات دي كلها، وطلب مني حاجه حسيت انها مش هقدر اعملها. قلت له مش هعملها، فافتكرني بهزر. قال لي انت متاكد انك مش هتعمل كده؟ قال لي، قلت له اه. طردني من الشركه ومن البلد. وانا بتكلم في التليفون اقول لاهلي واصحابي ان انا اترفدت، كنت مبسوط جدا ان انا اترفدت. فعلا كنت مبسوط جدا، كان بطني وجعاني جدا وخايف من الفشل ده، وكنت شايف حاجه سودة، كنت شايف ان كل النجاح اللي انا عملته في حياتي ده اسود، بس كنت مبسوط جدا 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 اني مصر اعمل الحاجه الصح. يمكن التجربه الاخرانيه في حياتي ان انا كان عمري 40 سنه وما شفتش يعني، شفت الانترنت سنه 95، اول مره اشوف الانترنت كنت متجوز ومخلف وراجل كبير، كنت راجل كبير، فما كنتش بفهم حاجه على الانترنت. كلمتني شركه جوجل وقالوا لي احنا بندور على حد يمسك المنطقه، وابتديت ااجل في الانترفيوز عشان مش فاهم حاجه خالص، مش فاهم هما بيعملوا ايه، ما اعرفش حاجه خالص. انا فاكر سالت واحد صاحبي ان انا رايح اشتغل في شركه جوجل، قال لي يا ابني دي شركه فاضيه خالص. يعني روح ياهو مليانه كلام، جوجل فاضية. والله قال لي جوجل تدخل تلاقيها فاضية، ايه 3 تنفار 4 تنفار. قعدت أجل في الانترفيوز وأقرا بيعملوا ايه، وآي فال ان لاف، آي immediately فال ان لاف، آي فال ان لاف بالشركة، وقد ايه أنا ما عنديش باور، قد ايه الشركة متغيرة، قد ايه في ناس مفاتيح شخصيتها مش فلوس بس، مفاتيح شخصيتها عايزة تعمل حاجة، عايزة تفيد. عشان كده أنا بصحى من النوم مبسوط، أنا حاسس إن أنا دلوقتي في المحيط، مش في منطقة ساقعة، في المحيط. مفيش يوم في جوجل كومفورتبل، مفيش يوم في جوجل بنبقى مروحين وحاسين إن إحنا عملنا اللي علينا. مفيش يوم في الشركة دي زمايلي الصغيرين قوي بيعلموني، ما بيعلمونيش حاجات جديدة. كل يوم بتعلم حاجه جديده. فانا في منطقه ساقعه وفي محيط وبتعلم، عشان كده انا مبسوط، ومش عايز المناطق الدافيه دي. انا طبيعتي كده، ممكن انتوا تبقوا حاجه ثانيه، ممكن الناس تبقى حاجه ثانيه، بس انا مبسوط، في اللي انا فيه ده. والقولون العصبي شغال هايل، على طول بطني وجعاني، وعلى طول عندي حاجات اعملها، وعلى طول متضايق، وعلى طول متنرفز. انا كده مبسوط. بس قعدت افكر على تاد واقول يا ترى
ايه اللي هيحصل كمان 3 سنين؟ هل انا هبقى مستريح في جوجل؟ هل انا جوجل هتبقى جوجل مصري هاديه ومبسوطه ونروح الشغل الصبح نرجع الساعه 5 ونقعد مع اصحابنا على القهوه بالليل ونوضب السفريه بتاعتنا مع الاجازه بتاعتنا ونظبط الدنيا ولا هنعمل ايه بالظبط؟ في حاجه غريبه جدا اما قعدت افكر في الموضوع ده بصيت فيها، لقيت ان في ناس كتير قوي في حتت مستريحه كومفورتبل، بس الناس نفسها مش مستريحه. مش هتكلم على المانيا وامريكا، هتكلم على الخليج. الخليج ربنا حبى الخليج بثروات رهيبه، وطول عمر ابويا يقول لي هو في ناس متعلمه في الخليج؟ مفيش ناس متعلمه في الخليج، احنا اللي علمناهم، احنا اللي اديناهم الدكاتره واحنا اللي اديناهم كذا. انا عشت في الخليج 7 سنين ولقيت بعض الناس فعلا ليد باك وما بيعملوش حاجه، وبعض الناس زي دبي ما عندهمش ريسورسز والناس مش مستريحه. دبي دي تحس ان في ميعاد على طول انت متاخر عليه، الناس بتجري بتسابق بعض، عايزين يبنوا اطول برج، عايزين يعملوا اسرع حاجه، عايزين يعملوا اكبر حاجه، عايزين يعملوا. واحد صاحبي قال لي دي مراهقه حضاريه. ليه مراهقه حضاريه؟ الناس عايزه تجري، عايزه تستريح، مش عايزه تجري، مش عايزه تبقى مستريح. انا ما اعرفش ليه انا حاسس ان احنا كلنا مستريحين، اصحابي مستريحين واهلي مستريحين والناس اللي بتشتغل مستريحين وحضراتكم مستريحين، مع ان احنا عايشين في بلاد غير مريحه جدا. انا مش عايز اتكلم في حاجه ما بفهمش فيها، بس انا حاسس ان احنا ممكن نبقى احسن من كده. بنشوف الزباله، مشكله الزباله حصلت من 2 3 شهور، بنشوف الزباله الصبح وبنتخانق شويه بس بنعيش بيها. التعليم بتاعنا مش قد كده بس عايشين بيه، الصحه بتاعتنا مش قد كده بس عايشين بيها. عارفين حاجات كتير قوي بس مش ما بنعملهاش، مستريحين، عايشين في المنطقه اللي على الشمال دي، الحته دي اللي هي ايه، دافيه وجميله، نقعد بالليل مع بعض، ما فيش حد عايز يطلع على المنطقه الساقعه، المحيط دوت. فانا بصراحه مش هسيب القعده النهارده غير اما اطلعكم بره المنطقه اللي انتوا فيها دي. مش عارف اعمل ايه، يعني بفكر اقومكم واقعدكم 4 5 مرات، بفكر يعني بجد والله انا نفسي مش شرط كل واحد يعمل كده، نفسي كل واحد النهارده يروح منكم او من زمايلكم او من اهاليكم يعمل حاجه واحده بس بيحبها حتى لو الناس مش عاجباها، يطلع بره المنطقه الدافيه دي. كفايه دفى. فلو سمحتوا ادعوا معايا، يا رب كلنا يجيب لنا قولون عصب، يا رب كلنا يجيب لنا قولون عصب، يا رب بجد، يا رب كلنا نبقى عندنا 10 تليفونات بنرد عليها و5 ايميلز وعايزين نجري ومتاخرين على الميعاد، يا رب ما نبقاش مستريحين كده، يا رب يجي لنا قولون عصب، يا رب كلنا نجيب لنا قولون عصبي. دكتور رقباوي جاب لنا كلنا قولون العصبي وصفيه. مين هنا هندسه يرفع ايده؟ عارفين دكتور رقباوي؟ علي ومواف. قلت لكم في الاول وائل فخراني اما قال لابنه ان هو جاي يعمل تيد توك وهيبقى تيد سبيكر، ابنه قال له لا يا بابا بلاش النبي. علي اي حاجه قول لي انها كانت كويسه. طيب ايه رايك يا علي؟ تمام؟ اوقف. طيب يا علي اصل يا ابني عايز اسال بس سؤال واي على فكره اي تيد سبيكر بعديها لو يحب نعمل زي كيو ان اي سريع ممكن، لان واضح ان كل الناس ملتزمه بالوقت. هي ليه سميت التوك بتاعك ذا ديسكومفورت اوف اور كومفورت زون؟ هم قالوا لي اسالك السؤال ده بس انا فاهم عارف الاجابه، بس في حاجه عايز تقولها انت على مش انا اللي سميته. مين اللي سماه؟ شادن زميلتي في الشغل. قعدت اشرح لها عايز اعمل ايه، قعدت اقول لها انا نفسي اطلع الناس بره المنطقه المريحه الى المنطقه الساقعه. فشادن سميته كده. هي الفكره ممكن كنت اسميه ذا كومفورت اوف اور ديسكومفورت او ذا ديسكومفورت اوف اور كومفورت. ما حبيتش ابقى انا عايز اطلع
كل حد يعني my idea that is worth inspiring, that is worth spreading, is أنا عايز أطلع فعلا كل الناس من الدفى والأماكن الظريفة دي إلى مكان ساعة. مين حاسس إن هو في الدفى يرفع إيده؟ طب مين حاسس إن هو في الساعة؟ واضح إن الأوديونس بتاعنا already نص في الساعة نص في الدفى الباقي undecided. وائل فخراني. قولوا عصب يا رب. Thank you.